وبعدين يا شريف، المشكلة اللي احنا فيها دي بقت صعبة قوي، كل يوم بتتعقد أكتر من اليوم اللي قبله. نهلة حكيت لك؟ حكيت لي طبعا. والله نهلة أختي دي صعبانة عليا خالص، وأنت كمان ربنا معاك. مش عارف أعمل إيه يا رأفت، ادعي لي. شكرا. شكرا. لا عنك عنك. أحلى عصير لأحلى أسرة في الدنيا. اتفضلي يا نهلة. شريف باشا. يلا يا ميسة. يلا يا انجي. إيه أنتوا مالكوا ساكتين كده ليه؟ يا جماعة إحنا في عزا ولا إيه؟ طب ما تيجوا نخرج ننزل نتفرج على الأقصر، أنا ما جيتش الأقصر من ساعة ما اتخرجت من الجامعة. والله يا شريف ومن سمعك، أنا كمان ما جيتش الأقصر دي من وأنا في الجامعة زيك بالظبط. حاجة غريبة يا أخي، يبقى عندنا بلد بالجمال والروعة دي وما نجيش نزورها ولو مرة كل سنة. بس نجيها في الشتاء مش في الصيف، راجل الجو هنا حر قوي. يلا بقى يا جماعة ننزل نخرج شوية. لا، لو لسه ناويين تسهروا أنتوا بقى فسامحوني، أنا مضطر أطلع أستريح لأن عندي سفر الصبح. إيه يا ميسة؟ تيجي معايا القاهرة ولا لا؟ لا يا بابي أنا لسه جاية. وبعدين بقى انا عايز اقعد مع طنط نهله وانجي اليومين دول. اوكي يا حبيبتي، خليكي على راحتك. تصبحوا على خير بقى يا جماعه. وانت من اهله حبيبي. على فكره احتمال تصحوا الصبح ما تلاقونيش لان طيارتي الساعه 7. بالتوفيق يا شريف. توصل بالسلامه ان شاء الله. ربنا معاك يا نهله. ميرسي يا رأفت، انا تعبتك معايا قوي. وليه يا حبيبتي. تصبحوا على خير يا روحي. باي باي بابي. باي باي. ايه يا بنات، انجي ما تاخدي ميسه كده وتقوموا تتمشوا شويه. لا خليكوا قاعدين، انا عايزه الولاد يقعدوا معايا. وبعدين انا اهله ليه كده؟ ما تسيبيهم يتمشوا شويه. يلا يا بنات يلا قوموا اتمشوا. يلا يا انجي. على فكره بقى يا شريف، بطريقتك دي انت بتلغي شخصيتي تماما، والبنت في يوم من الايام ممكن ما تحترميش بالشكل ده. نهله انت اتصلتي بيا عشان اجي احل موقف، سيبيني بقى عالج بطريقتي. خلاص عالج، انت حر في بنتك. ايه الشاي ده؟ ايه؟ انا راجل باشا. اسلم مبعث عزل يا باشا. طيب روح انت. ماشي ماشي. في حاجه؟ لا مفيش حاجه، هجيب الرئيس مباحث واجي لك على طول. اوعى تمشي. طب ما امشي. لا لا خليك استنى. حاضر يا فندم. حاضر مع الباشا. تأمرني معاك يا فندم. اتفضل. اهلا يا سيف. امرنا يا فندم. سيف، المهمه تحدد تنفيذها الليله. تحت امرك. السريه عنصر رئيسي في شغلنا. ما تقلقش ان شاء الله خير. موفق ان شاء الله. اوامر ثانيه يا فندم. الله يحفظك، توكل على الله. في ايه يا عم الظابط؟ ادهم انت تمشي دلوقتي، عندي مهمه خطره ولازم اطلعها دلوقتي. يلا اشوفك بعدين. تخضتني فيها سيف. ان شاء الله هنتكلم وبعدين. اتكل على الله. السلام. السلام. ادهم شوف وشك خير. خد بالك نفسك يا سيف. سلام. الحكومة طلعت جبلك يا بيه. يلا يا رجالة روحوا عمدوا الباب الغرب. وانت يا طيب خد معاك رجالة وروح الباب الشرق. وانت مش هتعيش معانا، انا لا يمكن اهملك لحالك. روح يا طيب، مالكش دعوه بيا. اسمع يا طيب، اي راجل مننا يوقع في يد الحكومه تخلص عليه. اوامرك يا كبير. على وين يا عثمان؟ خلاص يا كبير اتطربقت، انا رايح نسلم نفسي. ايه؟ تسلم نفسك؟ مش مصدق اللي بسمعه. انت عثمان؟ وانت كمان لازم تسلم نفسك. كل اول وله اخر، الحكايه خلصت خلاص، مفيش فايده. عثمان مش هتخرج من هنا غير على ظهرك. تهون عليك يا كبير، تهون عليك العشره.
والسنين اللي عشناها سوا. ما احنا هنعيش سوا يا نموت سوا. انا خارج يا كبير، خارج وخابر ان يدك عمرها ما هتطوعك تدوس على الزنات. عايزه تروحي لسيف القسم؟ عندك حل تاني؟ عايزه تروحي لواحد ظابط في شغله وتقولي له انت ابني ولا لا؟ عندك حل تاني؟ والله انا اهلا انت صعبان عليا، بس انا تحت امرك لو عايزه تروحي. انا اسفه يا شريف، ما تزعلش مني، بس ارجوك انا عايزك تحس بالنار اللي في قلبي. حاسس يا ماما، حاسس ونفسي نفوق بقى من الكابوس اللي احنا فيه ده ونرجع كلنا على مصر. تحبي تروحي امتى؟ دلوقتي يا شريف لو امكن. يلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اي خدمة؟ يا ترى الضابط سيف موجود في مكتبه جوه؟ ربنا يشفيه، دي كان في مهمة وصابه ونقلوه المستشفى. مستشفى ايه؟ ما خبرش، اسألوا جوه هيجي لكم على كل حاجة. شريف، واضح ان حالته خطيرة قوي. اهدي يا حبيبتي، اهدي وخش اطمني عليه. Thank you.
ايه يا احمد؟ وقفت ليه؟ لا يا ابوي مفيش، اتفضل يا ابوي. يا حبيبي يا ولد. وبعد هانك يا تهاني، قدر ولطف ولدك بخير قدامك. امال ما بيردش عليا ليه؟ مش متعور يا تهاني، متعور وعامل عمليه. بعدين هم ما دام طلعوه من الرعايه المركزه يبقى حالته الحمد لله مستقره. الدكتور قالك ده؟ انا مش هطمن غير لما يفوق ويتحدث معايا. اعذرني يا عمي، قلبي جاي يتنار عليه، اعذرني. سيف ماله يا ابوي؟ وبعدين يا ادهم اطمن يا ولدي اطمن. اجمد امال يا ادهم، تبكي ولا ايه؟ جري يا احمد، ولدك قلبه خفيف ليه امال؟ سامحني يا جدي، انا مش خارج جيت هنا كيف. اطمن يا ولدي، احنا قابلنا الدكتور وقال كلها يوم ولا اتنين وهيخرج معانا على الدار. ربنا يا ولدي ما يحرمكم من بعض. بلشني دقيقة يا ابوي. اتفضل يا حبيبي. الحمد لله جت سليمة. ايوه قدر ولطف، بس انا مش عارف اشكرك ازاي على سؤالك ده. لا لسه مش عارف، اكيد طبعا هنزل مصر اول ما اطمن على سيف. طبعا لازم هنشوف بعض. طيب مع السلامه. مع السلامه. تتحدث مع مين يا احمد؟ هذا الجماعة في المكتب كانوا عايزيني في شغل. شكلك كده ما كنتش بتتكلم في شغل. واه، عايز اقول ايه تاني؟ عايز اقول انك بقالك فترة متغير، ما خبرش مالك، سهران طول الليل وقافل على نفسك وما بتكلمش حد، وكل يوم والتاني تسافر على مصر. مالك يا احمد؟ ماليش يا بنت الناس، بقول لك عايزيني في شغل والتليفون كان قدامك. يا ريت يكون على قد كده. انت بتلمح على ايه بالظبط يا تهاني؟ ما تاخدي بالك من كلامك عاد. ما عرفاش ليه حاسه انك بتتسرسب من يدي، زي الاحساس اللي حسيتها زمان لما سافرت عشان تاخد الشهاده. حاسه انك بتضيع مني تاني يا احمد. اضيع منك ايه بس يا تهاني؟ يا حبيبتي وانا ليا غيرك في الدنيا؟ عينيك بتقول كلام ولسانك بيقول كلام تاني، ما خبراش اصدق مين. تصدق اللي يقوله لك قلبك؟ يبقى حصدق عينيك ويبقى اللي حساسه. يا تهاني افهمي انت. احب على يدك يا احمد، احب على يدك. ما تهملنيش تاني، انا ماليش غيرك في الدنيا. طب روقي روقي يا تهاني، امال ادخل اشوف سيف فاق ولا لا. لازم النرجع كله يضرب نار، بس هيجلك وشويه يضربوا نار. ليه؟ لان سيف اخويا بقى ظابط صحن. ادخل يا حضره ظابط. يا ابني لو الدنيا كلها اتخلت عنك، انا بالذات ما اتخلاش عنك.
اللي بينا اكتر من الاخوه يا ادهم. والعاشقين دابوا ما تابوا دابوا. يا استاذ يا استاذ، في حاجه يا نساء؟ حضرتك تقرب له ايه؟ انا اخوه. اتفضل حضرتك، ده موبايله ومفاتيحه وكل حاجه كانت معاه لما دخل المستشفى. شكري. ايوه مايس. لا انا ادهم مش سيف. لا مفيش حاجه، سيف بس كان في معموريه وانصاب فيه. ما تتخضيش جوك ده، والحمد لله بخير. لا مش مستاهله تاجي ولا حاجه. يا ست اسمعي الكلام مال. طيب براحتك، احنا في مستشفى لوكسور العام، هستناكي. مع السلامه يا مايس. ادهم اخوي. سيف الحمد لله على سلامتك يا اخوي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا قلبي كان حاسس والله العظيم وانت رايح المأمورية دي. ابوك وين؟ ابويا كان هنا، هو وجدك وامك كلهم جم عشان يطمنوا عليك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا اخوي. جداوه جدوده وحش. الله يسلمك. يا نسى رايحين فين حضرتك؟ احنا رايحين عند الرائد سيف. لا حضرتك ممنوع الزيارة انتهت. لا معلش، بس بعد اذنك 5 دقايق بس هنسلم عليه ونمشي على طول. يا فندم مش هينفع. مش هنتأخر، احنا هنطمن عليه وخلاص، مش هنعمل لك أي حاجة. حضرتك مش هينفع، دي أمر عليا والزيارة انتهت أصلا. بقول لحضرتك احنا جايين من القاهرة وعايزين نشوفه ونسلم عليه ونمشي. يا فندم كده أنت بتأذيني أنا. طب بقول لحضرتك لو سمحت. هنطمن عليه بس 5 دقايق. ايه الدوشه اللي بره دي؟ بقول لحضرتك عارف سيد شكل البلاد هم القاهره وماسكين كلام اللي بيتعاركوا مع بعض. مين اللي قال لهم بس؟ انا اللي قلت لهم هطلع اشوف فيه، مش وقته مش وقته. يا فندم دي اوامر عندنا انا، حضرتك انا اللي هتأذي فيها. في ايه في ايه بس ايه؟ في ايه؟ حضرتك عايزين نخش والزياره انتهت اصلا. انا عارف ان الزياره ممنوعه، بس دول ضيوف عندنا من القاهره هيقعدوا 5 دقايق يشوفوا الرائد سيف ويمشوا على طول. حضرتك عارف ان الزياره ممنوعه يا سيدي. انا عارف والله العظيم، معلش الناس دي ضيوف عندنا ولازم ياخدوا واجبهم، وانا هاجي لك على طول 5 دقايق بس. اتفضل حضرتك. الف شكر، اتفضل. سيف كنت هتعيط كتير. بص عليك بعد الشهر. طب اهو انا كنت هموت لو سيف كان جرى له حاجه. يا سيدي على الحب. لا والله يا انجي، انت ما تعرفيش احساسي كان عامل ازاي لما عرفت. وبعدين انا كنت قلقانه عليه قوي، وهفضل قلقانه عليه اكتر لحد ما اشوفه واقف كده قدام عيني. انجي. ايوه يا ماما. انت اللي وداكي المستشفى النهارده، ما تردي عليا. انت بتراقبيني؟ ايه اللي وداكي المستشفى النهارده؟ بما انك ما بقيتيش تحترميني وتسمعي كلامي، يبقى من الافضل ان حضرتك ترجعي على مصر. لا يا مامي، مش هرجع مصر ولا هروح اي حته. انا لازم اعرف انت رافضه ادهم ليه. انت كنتي، انت بتردي سؤال بسؤال. ايوه يا مامي لازم اعرف، انا مش صغيره. ما طبعا ما بقتيش صغيره، ما خلاص ما تسمعيش كلامي وبتعنديني. كفايه كده يا نهى. والله حرام حرام اللي بيحصل ده. والله حرام اللي بيحصل لي انا. بس يا نهى بقى سيبيها بقى، فرجتوا الناس علينا. يلا. انا هتجنن يا ميس، انا مش عارفه مامي بتعمل معايا كده ليه. بس يا انجي ارجوكي اهدي عشان خاطري. ما تقوليليش اهدي. اهدى ازاي؟ ما انا لازم اعرف السبب، اكيد في سبب للي بيحصل ده. بصي يا انجي، ما تكبريش المسائل اكتر من كده. وبعدين هي طنط يعني كانت تعرف ادهم، دي اول مره تشوفه، بس انتي معانده معاها اكتر فهي بتعند معاكي. ممكن تهدي بقى كده وتعالي معايا اغسلي وشك وكل الامور ان شاء الله هتبقى زي الفل. يلا يلا. الحمد لله يا حاجه بدريه اننا اطمنا على سيف. والله اول ما جاب رجال لي قلت له لا يمكن ابدا الكلام ده مش صح. فيك الخير يا بنتي، كان ودي اكون معاهم واطمن على سيف،
ده سيف ده حتة من قلبي. مال يا بنتي، كلنا عارفين ان سيف عنديكي زي ادهم، مفيش فرق بيناتهم. هم يا فرح يا بنتي نجهز الوكل، زمانة الفرن حميت. حاضر يا مايا. لا والله ما تقومي من مطرحك، انا وفرح هنعمله كل حاجة، خليكي مرتاح. ربنا يريح قلبك يا زينة البنات. يلا يا مرات اخوي. عجايب. بقول لك ايه؟ خير يا سامية؟ لا ما فيش. واه، هو ايه اللي بقول لك ايه؟ لا ما فيش. قول يا بنت. اصل انا بدك في خدمه يا من عينيا التنين. قولي على طول، هو احنا فيه بنات مكسوف؟ اصل انا عاوزه رقم تليفون اخوك يا ادهم. واه، وعايزاه في ايه؟ اسمع يا سامية، ادهم اخوي واني خبره زين، وانت كمان اخت جوزي ومتربيين سوا، ما تعمليش حاجه ما تعجبهوش. هو انا هعمل ايه يعني؟ هو مش جدي عبد الجليل طلب يدي من بوي لاخوكي ادهم؟ والبلد كلها عارفه ان احنا مخطوبين، فيها ايه لما اتصل بيه واطمن عليه؟ على العموم ما عايزاش حاجه، واعتبري ان انا ما قلتلكيش حاجه. الظاهر عليا ان انا اتجننت. واه، خلاص ما تقفليش كده، هعطيكي رقم التليفون. ربنا ما يحرمنيش منك. واه بس اسمع يا سامية، محدش يعرف ان رقم ادهم معاكي، ولا جنس مخلوق يعرف ان انا عطيتهولك، فاهمة يا سامية؟ هو انا عبيطة ولا ايه؟ بقولك ايه، انا كاتبة حدايا في ورقة في الدار، حابة اكتبهولك. يلا بقى همي عشان نحضر الوكل. ساكتة ليه يا نهلة؟ طبعا زعلانة عشان تصرفك مع انجي. بصي انا عارف انت قد ايه بتحبيها، بس اللي انت بتعمليه معاها ده غلط. فضلك يا شريف، انا تعبانه ومش عايزه اتكلم في اي حاجه. انا لازم اتكلم لان انتوا الاثنين تهموني. ما ينفعش اقف اتفرج عليكم واسكت عشان انت مش عايزه تتكلمي. خلاص من غير ما تعلي صوتك، اتفضل قول اللي انت عايزه. عايز اقول لك فوقي بقى لنفسك ولينا، والحقيقه ده والشرخ اللي حصل ما بينك وما بين بنتك. هم كده يعني يتمادوا في حبهم لبعض لحد ما تحصل مصيبه؟ انا ما قلتش كده، بس انجي دلوقتي مش صغيره، ولما تديها اوامر لازم تقولي لها الاسباب. اللي بتعيشه بنتك دلوقتي ده شيء طبيعي لاي بنت في سنها. طبيعي؟ طبيعي انها تحب اخوها وتتجوزه. طبيعي انها تحب وتتحب، طبيعي ان اللي بتحبه يجي يتقدم لها، طبيعي انها تحب ادهم لانه انسان كويس، ولانها ما تعرفش ان هو ممكن يكون اخوها. انت ليه دايما متصوره يا نهله ان اللي انت بتفكري فيه كل الناس عارفاه؟ عموما انا هسيبك مع نفسك شويه تفكري. لا شريف، عشان خاطري ما تزعلش مني يا شريف، والله انا تعبانه قوي، تعبانه ومحتاجه لك فوق ما انت ممكن تتخيل. نهلة، انا بحبك وبحب بنتي وبحب بيتنا اللي احنا بنيناه مع بعض من سنين طويله قوي، واللي انا وانتي قعدنا كتير قوي عشان نحافظ عليه. مش هسمح انه يتهد علشان شويه شك ممكن يكون صح او غلط. يا شريف انا متاكده. اوعي تقولي انك متاكده، انت نفسك ما تعرفيش مين فيهم ابنك. شويه بتقولي ادهم، ولما سيف دخل المستشفى قلتي سيف هو ابني. ما تعذبنيش وتعذبي نفسك اكتر من كده. بص يا نهله، انا هسيبك تفكري وتاخدي قرارك وتشوفي انت عايزه توصلي لايه، بس بلغيني باللي هتوصلي له. شوفي بقى، هتكملي المشوار ده للاخر ولا هترجعي ليا ولحياتنا ولبيتنا ولبنتك؟ فكري. فين ميسة؟ في اوضتها بتريح شويه.
عاجبك يا بابي الاسلوب اللي مامي اتعاملت معايا بيه؟ حضرتك لو شفت ادهم هتعجب بيه جدا، شاب مؤدب متزن، واي عيله تتمنى يبقى جوز بنتهم. انا متاكد من اختيارك وبرضه موافق على تصرف ماما، ولو اني برفض عصبيتها معاك. ازاي بقى يا بابي؟ انجي انتي تعرفي ادهم من امتى؟ من اول ما وصلنا هنا. يعني ما لحقتيش تعرفيه كويس، تعرفي ظروفه، تعرفي مين اهله، ويا ترى اهله هيوافقوا على جوازك منه ولا لا؟ طب وهيرفضوا ليه بس؟ جاوبيني على سؤالي. في الحقيقه انا لسه ما عرفتش عن ادهم حاجات كتير. يعني ماما عندها حق، انجي ده جواز، وفي جوازات كتير قوي ما استمرتش عشان اللي انت بتقولي عليه ده. ايوه يا بابي، بس انا مش صغيره واقدر افهم اللي قدامي كويس قوي، وكمان اقدر احكم على الناس بسرعه. انت بتضحكي عليا ولا بتضحكي على نفسك يا بنتي؟ انت ناسي ان انا دكتور نفساني وبعد فترات طويله قوي عشان اوصل للي انت بتقولي عليه ده. ايوه بس مامي رافضه ادهم بالتحديد، بدليل اني لما قلت لها اني بحبه وعايزه ارتبط كانت مبسوطه جدا، لكن اتغيرت لما عرفت انه ادهم بالذات. عشان كده بقى لازم تديني وقت ان انا اسال عليه واعرف هو مين واهله مين، لغايه ما اعرف ده مش عايزك تقابليه ولا تتكلمي معاه. ممكن؟ ايوه يا بابي بس انا انجي، ما تخلينيش افقد الثقه فيكي، ما تخلينيش احس ان انا اديتك حريه زياده عن اللزوم. اسمعي كلامي، ممكن؟ حاضر يا بابي. طيب انا هسيبك دلوقتي ونتقابل على العشاء، وعايزك تتعاملي مع ماما كويس، ينفع؟ بنتي يا سامية، انتي مش واعية ان محدش من جماعة الحاج عبد الجليل جه وزارنا من ساعة ما طلب يدك لدهم؟ وفيها ايه يام؟ لا فيها كتير، الحاجة بدرية عمرها ما يفوتها الأصول، وجميل أمه الحاج يتقال عمرها ما طلعت منها العيبة. يعني الأصول كالتاجي تزورني وتجيب لك معاها زيارة. ما انت خبرة ان جدتي بدرية بعافية وما تقدرش تطلع من الدار. طب جدتك بدرية وبعافية وعمتك تهاني اللي عايشة معاهم ما كانتش تجيب أمه وتاجي؟ بلاش، أدهم ما جاش ليه يزور أبوك ويشرب معاه القهوة زي الناس ما بتعمل. قصدك إيه يا أم؟ ما قصديش حاجة، ما تاجي نروح نزورهم أقل نطمن على الحجة بدرية ونعرفه بالمرة إيه الحكاية. حكاية؟ حكاية إيه يا أم؟ أنت قوم عملتيها حكاية؟ طبعا حكاية، هو إحنا قليلين ولا إيه؟ ده أنت أجمل بنات النجح، وأبوك العمدة جابر، وأمك بنت عين أعيان نجع عبد الرسول، يعني الواجب لازم يتعمل وزيادة حتى ولو كنا عيلة. روح انت يا أم، أنا ماليش صالح، ما احنا رحنا عشان نبارك لعم أحمد وما عرفناش حاجة. أما قفلي على الموضوع ده. مالك يا حج؟ إياك يكون الواد سيف جرحه واعر. لا قدر ولطف، اللي شغلنا دلوقتي مش سيف، مش غير ندهم. ندهم؟ هياك تكون لساك بتفكر في الكلام اللي قاله المرة اللي فاتت، ده لعب عيال وحيروح لحاله، وبعدين أدهم طيب وبيحبك وما هيكسرش كلامك واصل. لا يا حجة، هبته فيا واللي قاله مش لعب عيال. يعني الولد مصمم على اللي في راسه، عايز يكرر حكاية ابنك أحمد تاني، الحكاية اللي خدت سنين وراه. والحل ايه؟ العيال ما بقتش زي زمان، ولا الزمن بقى الزمن. سايسه يا حج عشان ما نخسروش، يمكن ربنا يهديه ويقتنع، ده احنا ما صدقنا ان جابر ربنا هداه. تبقى مصيبة لو عملها من غير موافقتي. طب هدي روحك يا حج، هدي روحك. الولد اتربى وسطينا، يعني يعرف تقاليدنا صح،
ايه اللي خلاه يتمرد ويخرج عن طعمه؟ يحب بيه وكلام فارغ ايه اللي مالي راس الولاد دلوقتي؟ نهرب. انت بتقولي ايه يا انجي؟ عندك حل تاني غير كده؟ للاسف ما عنديش، بس مش معقول اي واحده اهلها رفضوا الانسان اللي هي بتحبه ومختاره عشان تتجوز وتقوم تهرب معاه. يا ادهم انا وصلت لمرحله اني مش هقدر اعيش من غيرك. انت غيرت حياتي كلها، خليت لها طعم تاني. حبيبتي انت مش عارفه حاجه، انت اللي غيرت حياتي كلها. يعني ما كنتش بقعد في بيتنا من الاساس، لكن دلوقت من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما بقاش ورايا حاجه غيرك. وبعد كل ده بقى عايزنا نبعد عن بعض؟ يا حبيبتي ما انا مش هستحمل منك اي نظره لوم ان اسبب مشكله بينك وبين اهلك. ان شاء الله كل حاجه هتتحل ولصالحنا كمان ان شاء الله يا رب. الو، انا عارفه مشكلتك، خليك صريح معاي زي ما انا صريحه معاك. انا عارفه انك بتحب واحده من مصر وعاوز تتجوزها، وجدي عبد الجليل طلب يدي من ابوي. هستناك بكره العشيه عند مدخل البلد، لو عايز تعرف كل حاجه تعال. مع السلامه. يا ساميه، يعني ما قلتليش اعمل ايه يا سيف؟ انجي وقالت لي شوف اللي فيه الصالح واعمل، بس انا حاسس انها متضايقه من مكالمه ساميه بنت عمك جابر دي. قول لي اعمل ايه. مش عارف اقول لك ايه، هي غريبه انها تتصل بيك وعايزه تقدم لك الحل في انك تتجوز الانسانه اللي انت بتحبها، مع انكم دلوقتي في حكم المخطوبين. مش يمكن ساميه دي تحب حد تاني وعايزه تتجوز منه؟ والله لو كانك ده تبقى انسانه تستاهل كل احترام، انسانه كويسه. روح قابلها وانت تعرف كل حاجه ومش هتخسر حاجه. عندك حل، هقابلها ومش هخسر حاجه، ربنا يقدم اللي فيه الخير. يلا سيف قوم عشان اوصلك في سكتي قبل ما اروح الشغل. لا روح انت، انا هنزل على الجسم. جسم ايه دلوقتي يا ابني؟ هو معنى انك تخرج من المستشفى معناها انك خفيت؟ لسه يا ابني انت فتره نقاهه. كل اللي هتقوله ده انا عارفه زين. انا هقعد في البيت اعمل ايه؟ وفي نفس الوقت انا عاوز اتابع التحقيق مع الناس اللي قبضنا عليهم. تحقيق ايه اللي انت بتتكلم فيه ده؟ انا عارف ان انت راسك ناشفه ومش هتسمع الكلام. يلا هقوم احضر لك هدمتين عشان تقوم معانا، وبعدين لما نخرج نبقى نتكلم مع بعضينا. الو، اهلا يا مدام ايمان، ازيك؟ لا والله عندي شويه مشاكل في الاقصر هنا، ما اعرفش ارجع امتى. يا فندم. لا الف سلامه على حضرتك، هكلمك ان شاء الله اول ما ارجع مصر. مع السلامه. خير في ايه؟ لا مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. اكيد مفيش حاجه. يا نهله مفيش حاجه، وانا هكدب عليكي ولا ايه؟ لا طبعا ما اقصدش يا شريف، انا بس متوتره شويه لان انا حاسه كده ان بابي شاكك في حكايه سفرنا اللي احنا جايين نستجم، وكل ما يجي يكلم معايا بقى مش عارفه اقول له ايه. انت فكرتيني، انا كمان ما كلمتش ماما من ساعه ما جيت الاقصر هنا، هكلمها اطمن عليها. هي مش مديحه معاها؟ وده فيها ايه يعني لما اسال عليها هيمنع ده؟ ما اقصدش. مش مهم، خلينا في الاهم، قولي لي هتعملي ايه. والله محتاسه وحالتي حاجه، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. نهله احنا بقالنا قد ايه هنا وما وصلناش لاي حاجه؟ يعني مفيش دليل واحد بيقول ان ادهم ابنك او حتى سيف، يعني معنى كده ان الست اللي جات لك ديت يا اما كدابه ومعيشانا في وهم، انا مش عارف اعمل ايه بصراحه. يعني انا قعدت افكر كده وشفت ان انا احسن حاجه ان انا اتكلم مع احمد واساله، بس بيني وبينك يعني اذا كان خب عليا سنين دي كلها هيجي في الاخر ويقول لي الحقيقه؟ والله ما عارفه يا شريف، مش عارفه. لا لا، ما تيجي نرجع مصر بقى ونفوق من الكابوس اللي احنا عايشين فيه ده، انا تعبت. يا ماما. ايوه يا ماما، ازيك؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابوي. الحمد لله على السلامه. كيفك يا ادهم؟ الحمد لله رب العالمين. يا سيف، يا سيف، ابوي احمد عندنا هنا.
لله بالسلامة يا ابوي. الحمد لله على سلامتك انت يا ولدي. كيفك كيفك يا سيف؟ الحمد لله. انا قلبي حس انكم ملحبتوش تجهز واكل النهارده. قلت اجيب لقمة في يدي ونتغدى كلنا سوا. ربنا يخليك لينا يا ابوي. قلب المؤمن دليله زي ما بيقولوا. اجهز الوكل واجيلكم على طول. تفضل يا ابوي. كيفك يا ولدي؟ الحمد لله. استريح. عامل ايه دلوقتي يا سيف؟ الحمد لله اخدت ترقيه واجازه اسبوعين. او طبعا تلاقيك فرحان بالاجازه اكتر من الترقيه. اي والله صح. انما قول لي يا سيف، فيش حد جه زارك في المستشفى قبل ما نجيلك احنا؟ حد زي مين يا ابوي؟ حد يعني من اصحابك ولا من زمايلك ولا حتى من معارفك ده ولا كده؟ وانا كنت واعي يا ابوي، ده انا كنت في دنيا غير الدنيا، زي ما تقول كده عايش ومش عايش، موجود ومش موجود. بس ايه؟ اتكلم. كان في حد قاعد جاري ماسك يدي وبيبكي وبيقول كلام غريب. حد مين يعني؟ واحد ولا واحدة؟ وكلام ايه اللي قاله؟ لا كانت واحدة. واحدة ست. بس حديتها مش زي حديتنا. زي ما تقول كده من أهل مصر. وقالت إيه؟ فاكر؟ مش فاكر يا أبوي، ده صوت أول مرة أسمعه. كانت بتبكي عليا ومن قلبها. ألا ممكن يكون ده حلم يا أبوي؟ أيوه طبعًا، أكيد حلم. أمال الوكل جاهز يا أبوي، يلا يا سيف، قوم يلا. اتفضل يا أبوي. اتفضل يا ولدي. ها اقعد يا ابوي، اقعد يا سيف. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق وقول لي ايه رايك. لا والله تسلم يدك، طباخ صح. اهو ده احسن كباب دقته في حياتي. ايه يا ادهم، مش ناوي بقى تعاود النجعه عشان نقعد مع جدك ونصفوا الحكايه دي؟ جدي كان عندنا هنا من يومين يا ابوي. معقول؟ حاج عبد الجليل جالكوا هنا بنفسه؟ ما قدرناش نوصل معاه لاي حل. كنا هنعاودوا البلد عشان نقعدوا وياك ونحاولوا نحلوا المساله دي. بس جدك بيقول انه ادى الكلمه لجابر، يعني المساله انتهت خلاص. انتهت كيف يا ابوي؟ يعني انت يرضيك اتجوز واحده لاني رايدها ويمكن هي كمان مش رايداني بس عشان جدي ادى كلمه؟ انت يرضيك الكلام ده يا ابوي؟ لو انت مكاني كنت هتعمل ايه؟ روق. امال يا ادهم، المسألة يا ولدي عايزة شوية سياسة عشان نقدر نوصل الحل يرضي كل الأطراف. الكلام ده يا ابوي مش مع جدي. جدي عايز يقول الكلمة تمشي على رجبينا كلاتنا زي السيف، ولو حصل الكلام ده أنا مش هتجوز سامية، ولو حصلت مانيش معاود النجع تاني. ده كلام تقوله برضو يا أدهم، وتعصى أبوك يا ولدي وتعصى جدك. أنت نفسك مش موافق يا ابوي. ما تتكلم يا سيف، قولوا ندى اختك كانت شكلها ايه وانت جايب لها الحاجات من كام يوم؟ ما تقولش حاجة يا سيف. ندى انا قعدت معاها بنفسي وسألتها وهي قالت انها موافقة. يا ابويا انت خابر زين ان ندى مش هتقدر تقول لا طالما جدي دخل في الموضوع. اقعد معاها يا ابوي، اتحدث وياها. البت زي ما يكون السكينة سرقاها ومش قادرة تتكلم. على اي حال انا جاي لكم علشان نحل مشكلتكم انتم، هملوا موضوع ندى دلوقتي. يا ابوي المسألة دلوق ما بقتش تخصني وتخص سيف بس، المسألة دلوق بقت كبيرة قوي يا ابوي. اوقف ويانا يا ابوي، ولو قلت ايوه انا هاخد الواد ده واخليه يكتب على سامية غصب عني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسكت ساكت يا ادهم، اسكت. قولها يا ابوي، لو موافق قولها، بس قولها من قلبك صح عشان نصدقها وعشان ننفذ اللي انت عاوزه لو على رقبتنا.